طبعاً بضمن هذا الواقع وواقع المتحور الجديد اللي كلنا بنعرف عنه أوميكرون واللي عم ينتشر. بعد وصول متحور كورونا جديد أوميكرون إلى لبنان، توجهت الأنظار نحو مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وسارعت السلطات اللبنانية معلنة عن شروط جديدة متعلقة بدخول القادمين إلى لبنان سيبدأ العمل بها ابتداء من 15 كانون الأول. فما هي هذه الشروط؟ هلا نحن ما في شيء بيقول انه اوميكرون هو حيكون اكثر فتكا، يمكن بالعكس في بعض الدراسات عم بتقول انه ممكن يكون اقل، ولكن بجميع الاحوال الاساس هو المناعه عن طريق اللقاح. فرض التعميم الصادر عن المديرية العامة للطيران المدني اللبناني على جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان أن يقوموا بالتسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة الصحة العامة اللبنانية تمهيداً للحصول على تصريح مرور. وأضاف التعميم أنه يجب على جميع القادمين إلى لبنان باستثناء الأطفال دون 12 سنة إجراء فحص PCR لإثبات عدم الإصابة بفيروس كورونا في المختبرات المعتمدة من قبل السلطات المعنية في الدول القادمين منها خلال مدة 48 ساعة قبل الوصول إلى لبنان. كما على القادمين إلى لبنان تحميل نتيجة الفحص على المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة الصحة ليحصلوا بعدها على QR كود عبر رسالة إلكترونية. وهناك عم نعمل نحن التسلسل لهي دول الحالتين، هنالك برنامج مع الجامعة الأمريكية، وقريبا جدا سوف يبدأ برنامج التسلسل الجيني بمختبرات الجامعة اللبنانية أيضا. كما ألزم التعميم الصادر عن المديرية العامة للطيران المدني إجراء جميع الركاب القادمين إلى لبنان فحص PCR عند وصولهم إلى مطار بيروت، على أن يلتزموا بالحجر المنزلي لحين ظهور نتيجة الفحص التي سترسل لهم عبر رسالة إلكترونية خلال 24 ساعة من تاريخ إجراء الفحص. أما بالنسبة لدفع أجور فحص PCR في مطار بيروت، وبحسب التعميم تعد الآلية استيفاء أجور فحص PCR ابتداء من 10 كانون الثاني المقبل، ويجب على القادمين إلى لبنان بعد تاريخ محدد دفع مبلغ 30 دولارا أمريكيا مسبقا بواسطة بطاقة ائتمان حصرا عبر المنصة الإلكترونية ليتمكنوا من الحصول على تصريح موث باس يسمح لهم بإجراء فحص PCR فور وصولهم إلى المطار. كما أعفى التعميم الشخص الذي غادر لبنان ويريد العودة خلال فترة أسبوع من إجراء فحص PCR في الدول التي يأتي منها على أن يخضع للفحص في مطار بيروت. من ناحية أخرى، منعت السلطات اللبنانية إقامة التجمعات والحفلات بقدرة استيعابية تفوق 50% من سعة القاعة، وفرضت الحصول على إذن مسبق من وزارة السياحة.